السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. تكلمنا في الفيديو قبل هذه حول أطراف الصراع في العالم العربي الإسلامي، وذكرنا أن هناك طرفين كبيرين. الطرف الأول هو من قبل الهزيمة والخضوع والاستسلام أمام ما يسمى بالحضارة أو المدنية الغربية بقيادة أمريكا والإمبريالية العالمية، والطرف الثاني الذي يرفض الخضوع والاستسلام. وقسمنا الطرف الذي يعتبر قابل للهزيمة والخضوع والاستسلام إلى ثلاثة أطراف، وقلنا إن الأول هما ما يطلق عليهم اللادينيين. وهنا أردت أن أعود إلى هذه المسألة لأن هناك بعض الإخوة سألوني بعض السؤالات وأرادوا أن أوضح بعض النقاط، فلهذا سوف أبدأ هذه الفيديو بتلخيص شنو قلنا في الفيديو السابق وتوضيح هذه النقاط. سألوني قالوا لي ماذا تقصد باللادينيين اللي قبلوا الهزيمة؟ لو نعود بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية نجد ظهور ما يسمى باللادينيين، فما اللي صرحوا مباشرة وفما اللي ما صرحوش مباشرة، الذين يعني يدعون إلى اتباع الغرب، معناتها التبعية كلية. نضرب مثل هوني، مثلا نشوفوا مثلا أتاتورك. أتاتورك يعني جاء ومعناتها أنكر كليا معناتها الإسلام، وبنى تركيا على النظام الغربي 100%. نلقاو شخص آخر زاد معناتها مشى في نفس الاتجاه متاع أتاتورك ولكن ليس 100%. عندنا بورقيبة. بورقيبة كان يؤمن أنه يجب اتباع الغرب بحذافيره. فهمت يعني؟ هذه معناتها زوز أمثلة باش نوضح لكم شكون هذوما اللادينيين، فهمت، اللي قبلوا بالهزيمة ويعتبرون أن الغرب المثل متاعهم الأعلى. هذوما الأسلوبين اللي ذكرناهم يعني في الحقيقة لم ينجحوا، فهمت؟ صحيح نجحوا نسبيا، فهمت، باش يطوروا شوية المجتمعات، وتنشوفوا تركيا وتونس بالنسبة للعالم العربي الإسلامي أكثر وعي وأكثر تطور من بقية الدول الأخرى، ولكن نرى أن في تركيا رجعوا الإسلاميين يحكموا، فهمت، رغم كل المحاولات للقضاء على الإسلام في تركيا. وفي في في تونس نفس الشيء، شفنا كيفاش الإسلاميين خذوا الحكم رغم أنهم تراجعوا، لكن مازال عندهم وجود في تونس، لأن النظام الغربي لا يمكن أن يركب كما هو في العالم العربي الإسلامي بين قوسين. لماذا؟ لأن العقلية كما قلت لكم امتاعنا مش هي عقلية الغرب. ومثل ثالث الذي يمثل ما يسمى النظام الغربي 100%، فهمت، في العالم العربي الإسلامي عندنا إسرائيل. إسرائيل هي مثل اللي يحب الغرب أو ما يسمى يؤمنوا بفكرة أنه يجب اتباع الغرب 100%، أن الكلنا نتبعوا النظام الإسرائيلي. لهذا معناتها إسرائيل هي مثل وضحونا الغرب، فهمت، وليؤمنوا بفكرة أن احنا انهزمنا كليا لازمنا نتبعوا. وإسرائيل كما تعرفون على كف عفريت، ومستحيل تجي تحط حاجة تركبها على حاجة أخرى. احنا عرفنا قلنا في الفيديو السابق هذا الصراع بين ما يسمى بالإحساس والعاطفة وبين ما يسمى المادة والعقل، هو صراع معناتها طويل ويدوم عنده آلاف السنين، وكل مرة فهمت هذا الصراع ساهم في تطور الفكر الإنساني رغم معناتها المجازر نتاعه ورغم الحروب ورغم المصايب، لكن كل مرة نجيو نشوفوا الفكر ما يسمى بالعاطفي يتعقلا والفكر العقلاني يعني يكون فيه أكثر إنسانية، أو ما يسمى بالفكر المادي يكون أكثر
إنساني. وهذا التوازن الذي موجود لا يمكن أن ينتهي. صحيح يمكن الحروب أن تنتهي، ولكن الصراع يبقى صراع فكري. إذن هذوما اللي قبلوا الهزيمة، ما يسمى اللي يحبوا معناتها يتبعوا الغرب، راهم مش باش ينجحوا، وأثبت التاريخ في 100 سنة الأخيرة أنهم ما ينجحوش، على خاطر لا يمكن أن نجعل معناتها من الشرق أو ما يسمى بالعالم العربي الإسلامي مثل مثلا كوريا الجنوبية ولا مثل اليابان، لأن شعوبنا تعتبر عريقة قبل الإسلام، وعندها حضارة وعندها تاريخ. ما تجيش، ما ناش احنا الهنود الحمر، فهمت؟ ما ناش الهنود الحمر احنا، ولا القبائل الأسترالية باش تجي تمحينا وتقضي علينا، وما ناش معناتها شعوب يعني حديثة قديمة جدا. هذا معناتها مسألة الغرب، معناتها رغم كل محاولاته للقضاء ولتغريب البلدان ما يسمى العربية الإسلامية 100% كما عمل في جنوب كوريا وكما عمل في اليابان، ما ينجحش. إذا هذا النوع الأول يعني من معناتها المثل الأول، معناتها قالوا لي أضرب بعض الأمثلة، هذا المثل الأول. أما النوع الثاني اللي سميته أنا التقليديين اللي هما قابلين للهزيمة، هما اللي شنو عملوا؟ شدوا الشعب، حطوا لهم علماء دين، وهذوما العلماء الدين هما مسيطرين على الشعب، وكونوا حكومات عميلة 100% للغرب، يعني ما يسمى بالعمالة بالوكالة، كما السعودية ودول الخليج وكما المغرب وكما الأردن، فهمت؟ يعني هذوما الدول الكلهم اللي يحكموا هما أشخاص عملاء معناتها ووكلاء للغرب وللإمبريالية العالمية، وفي نفس الوقت فهمت حاطين علماء دين يلهيوا في الشعب بالدين وكل شيء. يعني هذا النوع الثاني يعني ما يسمى قبل الهزيمة. وهؤلاء كما قلت لكم هما اللي مازالوا معناتها مسيطرين في العالم العربي الإسلامي، وبدعم أمريكي وبدعم غربي كبير كما نشوف السعودية وكل شيء. لكن نهار اللي الغرب ما عادش يشوف فيهم مصلحة يخليهم، خاطر كما تعرفوا الغرب يفكر تفكير مصلحي، أين هي مصلحتي يطبق. كما مثلا قبل كان يهتم بالشاه إيران، يهتم بشاه إيران، يمكن يفضل شاه إيران على إسرائيل، ولكن وقت سقط شاه إيران وجاءت الجمهورية الإسلامية تحول إلى إسرائيل. إذن هذوما ما يسمى دول الخليج، السعودية والإمارات وفهمت قطر وكل شيء، نهار اللي ما عادش تشوف أمريكا والدول الكبرى مصلحة فيهم تتخلى عليهم كما تخليت على شاه إيران، فهمت؟ خاطر تعرفوا أن الفكر الإمبريال يخدم فكر مصلحي، فهمت؟ الليبرالية، الفكر الليبرالي يخدم فكر مصلحي، أين مصلحتي نمشي معاك. هذوما النوع الثاني يعني اللي ذكرته يعني معناتها من اللي قبل الهزيمة. أما النوع الثالث فهمت هما ما يسمى بالحركات الإسلامية التي تم تدجينها كما توا النهضة، وتوا هذا الموضوع متاعنا في الفيديو هذه هو صراع الإسلاميين، فهمت؟ النهضة نجم نقولوا تخلت على جناحها العسكري وباعته، ورشد الغنوشي كما باع عناصر من النهضة قبل، فهمت؟ البن علي والغيره، اليوم رغم محاولته وقت جال تونس حب يكسب هؤلاء السلفيين أو ما يسمى بالجناح العسكري للنهضة ويخليه تحت جناحه ويخليه معناتها يتصرف فيه كما يحب هو، وقت شاف ما نجمش الآن قاعد معناتها باعه كما باع معناتها السياسيين من قبل، ونعرفوه راشد الغنوشي هو انسان يعني بيوع بامتياز. وكيما مثلا الاسلاميين في تركيا، الاسلاميين اردوغان وغيرهم هذوك عملاء اما باسم الاسلام، يعني هاكا يعملوا معناتها مجتمع اسلامي وزعما احنا نحكم بالاسلام لكن عملاء. بالنسبه للاخوان المسلمين حاولوا يدجنوهم، ما نجموش يدجنوهم على خاطر الفرع ما يسمى اللي غير قابل للتدجين في حركة الإخوان المسلمين كبير جدا، فلهذا عملوا عليهم انقلاب، فهمت؟ وجابوا السيسي في الحكم. يعني هوني أمريكا أو ما يسمى بالسياسة الغربية يعني دائما تحاول أن تدجن، وإن لم تقدر أن تدجن تكسر. هذا معروفة السياسة نتاعها، واضحة وباينة. يعني هذوما ما يسمى اللي قابلين الهزيمة والاستسلام
مع الاسف هما توا منتشرين حتى مثلا وقت نجي نشوفوا مثلا توا قائد السبسي هو يعني اصبح كما نقولوا احنا يحكم بالوكاله كما السعوديين كما يعني هكا خلي المسلمين يطبقوا دينهم فمنش فيهم حطوا لهم علماء دين اكسب النهضه لي رشد الغنوشي والفرع ما يسمى من النهضه اللي تابع رشد الغنوشي وتحالف مع رشد الغنوشي من اجل ضرب ما يسمى الجناح العسكري للنهضة اللي تحول إلى السلفية الجهادية. هذا يعني ما يسمى بالفكر المستسلم. أما الفكر الغير المستسلم كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل هذه ينقسم هو إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هو الديني الوطني الذي يرفض ما يسمى فكرة العروبة والإسلام ويريد بناء دول وطنية فمتى تقوم على المواطنة وعلى حق الأرض يعني تونس تونس كل دولة معنتها باسمها ويكون معنتها شعوبها شعوب معنتها متطورة من الثقافة متاحة التاريخية ليس الإسلامية فقط بل ما قبل الإسلام والاعتراف بما يسمى اللغات و العادات والتقاليد بتاع تاريخنا الطويل الذي يمتد آلاف السنين واحنا ما نشبش نتكلموا على هذا. أما النوع الثاني ما يسمى من اللي ما يقبلوش الهزيمة اللي قلت عليهم هما اللي جاوا باش يطوروا الإسلام وطرحوا إسلام جديد كما مثلا بعض القرآنيين وكما غيرهم ما يسمى المتنورين واللي نعرفوهم كما مثلا هذوما البعض معناتها اللي عاودوا قراوا الاسلام كما اليسار الاسلامي في تونس وهنا واحد سالني قال لي وفين حطيت الشيوعيين والقوميين؟ الشيوعيين والقوميين ضمن هذو لان الشيوعيين بصفه عامه عندهم نظره للاسلام يعني نجم نقولوا يحبوا يبعدوا الاسلام وما يحبوش يواجهوه مباشره سيختو في العالم العربي الاسلامي وانما هاو كمسلمين بالاسم. والقوميين نفس الشيء هذوما يدخلوا خاطر فما شكون سالني قال لي القوميين العرب والشيوعيين في حطيتهم القوميين العرب والشيوعيين فهمت يعني الامبرياليه الغربيه او امريكا هي عدو نتاعهم شيء طبيعي فهمت توا كيما امريكا ما تحبش ما يسمى هذوما اللادينيين الوطنيين على خاطر باش يوليو نفسها في حضارتها الا في حال تقوم ثوره فعليه حقيقيه في الدول متاعنا يعني ما تنجمش تاخذ قدامها يعني امريكا ما تنجمش تاخذ قدامها راي امريكا تنجم تتحكم في السياسيين والاحزاب السياسيه والحركات ولكن ما تنجمش تتحكم ضد ثوره حقيقيه فعليه كما مثلا الثوره الايرانيه ما نجمت تعمل شيء لو مثلا الشعب التونسي او الشعب الجزائري يثور ضد كل هذه الاحزاب السياسيه العميله سواء كانت الإسلامية أو العلمانية ويقوم بثورة حقيقية ويعلن أن معناتها دولة مستقلة وعندها سيادة وكرامة أمريكا ما تنجم تعمل شيء خاطر هي ثورة شعوب ولكن مع الأسف الشعوب نتاعنا مازالت ما وصلتش للوعي باش تقوم بثورة حقيقية تثبت وجودها وتثبت شخصيتها وتثبت أنها شعوب يمكن أن تقدم للإنسانية دون أن تتبع للغرب ودون أن تكون عميلة للغرب. إذا ما يسمى بالقوميين أو الشيوعيين أو البعثيين أو غيرهم هما يدخلوا في إطار الذي لا يقبلون الخضوع للإمبريالية والليبرالية الغربية التي هي أنا بالنسبة لي لا تختلف عن الإسلام لأنها تريد أن تفرض قانون وأنظمة عالمية فهمت؟ يعني وتمحي كل اختلاف وهذا غير ممكن غير ممكن انه واحد يسيطر على البشريه الكل الاختلاف هو القاعده الاساسيه اللي تجعلنا كبشر نتقدموا وتجعلنا كمعناتها انسان ننتج ونعطي فهمت يعني مستحيل لا امريكا وحاولوا قبلهم وحاولوا الفرس وحاولوا الرومان وحاولوا البيزنطيين وحاولوا المسلمين فهمت باش يسيطروا على العالم وهذا مستحيل مستحيل لأن البشر مختلف بطبعه. هذوما النوع الثاني ما يسمى بالقوميين هذوما حكموا مثلا صدام فهمت صدام باهي ما نتكلموش على بشار الأسد وحافظ الأسد اللي هو في الأول كان معناتها قومي ومن بعد أصبحت القومية مظهر
واصبح موالي لايران، يعني هذاك حاجه اخرى. عندك القذافي، فهمت؟ القذافي يعتبر قومي، فهمت؟ هذاك علاش امريكا طيحته. صدام كان في الاول يتعامل معاها، فهمت؟ ولكن كان بنيه انه يعني يكون معناتها وطني لبلاده، ويطرح ما يسمى، فهمت، فكر اسلامي متطور علماني على الطريقه ما يسمى الشعوب نتاعنا، فتم اسقاطه. حتى نتاع اليمن علي عبد الله صالح نجم نقولوا هو معناتها قومي عربي وطني، فهمت، وتم اسقاطه. امريكا ما تسمحش باي رئيس، او مثلا جمال عبد الناصر، فهمت، جمال عبد الناصر هي تفضل السادات ما تحبش جمال عبد الناصر، ولا مثلا بومدين. هذوما الشخصيات التاريخية التي كانت نوعا ما تدعو إلى أنه الإسلام حاجة ثانوية، ولازمنا نطور الشعوب نتاعنا، ولازمنا نكون عندنا استقلالية ويكون عندنا رأي. ولكن ميساعدهاش أمريكا والإمبرالية الغربية، ميساعدهاش. قلت لكم هذوما الأشخاص هي تعرف اللي ما عندهمش قاعدة شعبية، لهذا تم القضاء عليهم وإسقاطهم، فهمتوا، لعبت كل الأوراق الإسلامية وغيرها لكي إسقاطهم، فهمت، رغم اللي هما معناتها معروفين بالديكتاتورية متاعهم ومعروفين بالتجبر متاعهم، وهذا هو الخطأ، فهمت، هما مع الأسف، فهمت، يعني تغروا برواحهم كما القذافي وكما صدام، يعني تغرف عود يتقرب للشعب، لم يتفطن إلى ذلك إلا في آخر لحظة، فهمت، ولكن تم القضاء عليهم. إذن هذا النوع الثاني ما يسمى بالفكر التجديدي القومي الشيوعي في الحقيقة هو قليل، ووقعت عدة تجارب في العالم العربي الإسلامي ولم تنجح، وتم إسقاطه لأن ليس له قاعدة شعبية، كما اللادينيين الوطنيين مع الأسف إلى هذه الساعة ما عندهمش قاعدة شعبية، لأنه لا يمكن أن نكون معناتها متحررين بدون قاعدة شعبية. الوحيدين اللي عندهم قاعدة شعبية اللي هما لم يقبلوا الهزيمة هم الإسلاميين. الإسلاميين هما الوحيدين اللي عندهم قاعدة شعبية. وهنا الإسلاميين اللي قلت لكم يعني هما النوع الثالث، وهما أكثر وحول توا في الوقت الحاضر، هما منقسمين إلى قسمين، ما يسمى بالقسم الشيعي والقسم السني، فهمت؟ القسم الشيعي نجم نقولوا عنده تجربة بتاع 30 سنة مع الثورة الإسلامية ومع قدوم الخميني للحكم، وإيران عملت خلال 30 سنة هذه ومازالت تعمل من أجل السيطرة على منطقة الشرق الأوسط كمرحلة أولى، ثم السيطرة على العالم العربي الإسلامي كمرحلة ثانية، وطرح نفسها كقوة عالمية إسلامية مثل ما كانت الاتحاد السوفيتي سابقا. هذا هي خطة إيران، فهمت؟ وعندما نقول خطة إيران نقول خطة الشيعة، هم يقولوا الفرس الفرس الفرس، راهو الفرس، فهمت، اللي هو الفرس الحقيقيين، فهمت، ضد الدولة الإسلامية في إيران، فهمت، اللي قاعد يحكم في إيران هو الفكر العربي الإسلامي. لازمكم معناتها تقولوا معناتها ديما يقولوا معناتها الفرس والفرس وتحب تسيطر على العالم، لا، ليس الفرس اللي يحب يسيطر على العالم، وإنما فكر شيعي، فهمت، عروبي إسلامي. نشوفوا احنا العربية، فهمت، في إيران يعني تدرس يعني من الصغر، فهمت، والتفكير نتاع السياسيين في إيران ليست، لو كان تفكير فارسي لاختصر على إيران، بل هو تفكير توسعي ليس بمفهوم الفارسية، فهمت، رغم اللي فما أشخاص بالفعل يعني من هؤلاء معناتها الشيعة عندهم طموحات فارسية تحت غطاء الإسلام، كما العرب قبل كانت عندهم طموحات، فهمت، عروبية تحت غطاء الإسلام. ولكن الفكر اللي يحكم في إيران أو يسمى بالفكر الشيعي هو فكر عروبي إسلامي، إسلامي بدرجة أولى، وهو يعمل على أنه يفرض على العالم وعلى أمريكا أنه يأخذ قيادة العالم العربي الإسلامي. ولهذا إيران خدمت منذ 30 سنة على التغلغل داخل العالم العربي الإسلامي، وكسبت سوريا لجهتها، واستطاعت أن تسيطر على الميليشيات تاع حزب الله في لبنان، واستطاعت أن تسقط صدام باللعبة التي فعلتها مع حزب الدعوة لإسقاط صدام، مع تعامل أمريكي، مع تعاون أمريكي لإسقاط صدام. وهكذا إيران سيطرت على العراق وسوريا ولبنان، فهمت، يعني وصلت للبحر الأبيض المتوسط،
وفي نفس الوقت سيطرت على اليمن أخيرا، وهي تعمل على السيطرة على اليمن عن طريق ما يسمى قبائل الحوثيين، فهمت، وهي عندها تواجد في مصر، وعندها تواجد في المغرب، وعندها تواجد في الجزائر، وعندها تواجد في تونس، وعندها تواجد في كينيا وتنزانيا وجزر القمر والمناطق الإفريقية، وعندها تواجد في جنوب أمريكا، وعندها تواجد في أوروبا خاصة الشمالية، نواحي السويد والنرويج وألمانيا وأوروبا بصفة عامة، وأمريكا والكندا. والتواجد هي تخدم بالشوية، الشيعة يخدموا بالشوية بالشوية، فهمت، وعلى هم يخدموا كيف كما تخدم الصهيونية، يعني يدخلوا بشوية بشوية ويحبوا يفرضوا رواحهم، حتى العمل متاعهم، فهمت، العمل متاعهم هو عمل منظم، فهمت، عمل منظم وضمن إطار معين، ضمن جيش وضمن ميليشيات، فهمت، ويقومون بنفس الوقت بالتغلغل داخل الحركات السنية والقيام، فهمت، بعمليات إرهابية وإلصاقها بالسنة. صحيح أن السنة يقومون بعمليات إرهابية، ولكن فهمت الشيعة يشجعونهم على ذلك، وهذا فكر شيعي نعرفه، الفكر الشيعي هو فكر خبيث، فهمت، هو فكر يعني لو أنا ديما نقول يتكلموا على معناتها التكمبيس والمؤامرة، راهو المؤامرة أنا حسب رأيي المؤامرة موجودة في زوز 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 ديانات، هما الرب نتاع المؤامرة هما الشيعة واليهود، هذوما الزوز عندهم فكرة المؤامرة وديما يتهموا بالمؤامرة لأنهم هما بيدهم يتآمروا على العالم، فهمت، يتآمروا على العالم. باهي ما نحبش معناتها نطول الفيديو ياسر هذية، أما حبيت نقول هذوما هما الشيعة اللي يحبوا يطرحوا نفسهم كقوة تسيطر، هي تو مثلا الشيعة تقريبا تو محاصرين الخليج، فهمت، عندك البحرين، عندك اليمن، عندك العراق، عندك سوريا، عندك لبنان، غير القواعد نتاعهم الاخرى اللي مازالت ما تحركتش، اللي في افريقيا، فهمت، واللي في شمال افريقيا مازالت ما تحركتش ومازالت تعمل ضمن ما يسمى الاطار السني. اما الفكر السني اللي يهمنا هوني هو الصراع السني، لان مشكله كبيره، لان السنه الان فما صراع كبير سني. الشيعة نجم نقولوا 90% منهم يعني متحدين تحت نظرية ولاية الفقيه، ولكن هناك صراع سني رهيب قاعد يوقع منذ تقريبا أكثر من 10 سنوات، على خطر السنة مع الأسف ما يسمى بالفكر السني الجهادي تم معناتها دعمه من طرف الغرب، من طرف أمريكا ومن طرف السعودية ودول الخليج، وهي اللي عملت على فهمت خلق ما يسمى بالفكر الجهادي السلفي سواء في أفغانستان وغيرها وغيرها وغيرها. ولكن هذا الفكر الجهادي مع ظهور القاعدة وكل شيء وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي بدأ يتفطن على نفسه، وأول من تمرد على ما يسمى الغرب هو بن لادن، فهمت، وتم قتله، يعني كما صدام تمرد قتلوه، كما يعني أي واحد يتمرد يقتلوه، فهمت، وتم عن طريق ما يسمى دول الخليج التي هي عميلة بامتياز للغرب، يعني التغلغل داخل حركة ما يسمى بالقاعدة وعن طريق الظواهر كلها، وحتى عن طريق ما في إفريقيا وكل شيء، وأصبحوا يستعملوهم واستعملوهم في الثورات العربية في ليبيا، واستعملوهم في سوريا، واستعملوهم في اليمن، وقاعدين يستعملوا فيهم. هنا ظهر فكر جديد، فهمت، فكر جديد، على خاطر تفطنوا كثير من الجهادين السلفيين أنهم القيادة نتاعهم والأشياء اللي يقوموا بها هي أشياء لا تخدم مصالح الدولة الإسلامية نتاعهم، فهمت، وهنا ما يسمى ظهرت فكرة الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية شنية؟ الدولة الإسلامية هو فكر جهادي نجم نقوله غير متغلغل من الغرب، وغير معناتها كيما نقولوا يستعملوا فيه. الدولة الإسلامية اللي قامت فهمت في سوريا والعراق هي معناتها في الحقيقة تنظيف للفكر القاعدة، فهمت، هذاك علاش هو أبو بكر البغدادي يعني وغيرهم اللي قبلهم تبرؤوا من القاعدة،
وحتى تو مثلا بوكو حرام انضمت للدولة الإسلامية، وهناك حتى حركات سلفية موجودة في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر قاعدة تنضم للدولة الإسلامية. فإذا هذه ما يسمى الدولة الإسلامية هي الوحيدة التي تمثل السنة والتي غير متغلغل فيها من طرف سوى دول الخليج أو سوى أمريكا. ورغم أن توا أمريكا تضرب فيها، علاش تضرب فيها هي وما تضربش في جبهة النصرة؟ خاطر جبهة النصرة تابعتها وتنجم تتغلغل فيها، ما نجمش نقول 100% تابعتها، ولكن يعني تنجم تتصرف فيها. بينما الدولة الإسلامية ما تنجمش تتصرف فيها كما إيران ما تنجمش تتصرف فيها، أو الشيعة اللي تابعين ولاية الفقيه ما تنجمش تتصرف فيهم. ولكن في نفس الوقت ما تحبش تقضي عليها كليا. علاش؟ على خاطر تحبها تكون كما نقولوا احنا حاجز أو براج للشيعة باش يوصلوا للبحر الأبيض المتوسط. يعني هذه الصراعات أو الموجودة في العالم العربي الإسلامي هي صراعات صحيح، معناتها كما نشوفوا توا في اليمن وتدخل السعودية وانضمام مصر، يعني هذا انضمام السيسي فهمت للحلف نتاع السعودية يدل على أن السيسي صناعة أمريكية غربية، فهمت؟ واضحة. وهي السعودية في الحقيقة صحيح تصرفت وأعلمت على تدخلها في اليمن آخر لحظة الغرب، ولكن هي تحافظ على وجودها على خاطر هنا توا دول الخليج والسعودية بحد ذاتها هي خاطر هي اللب. السعودية معناتها الغرب شوف يتفرج، إيران منا، السعودية منا، فهمت؟ اللي يربح راني معاه، فهمت؟ كان ربحت السعودية هاني معاه، هو ماذا بيه السعودية، خاطر السعودية يعني نجم يتحكم فيها كيما يحب، فهمت؟ ولكن كان ربحت إيران يولي يتعامل معاها الند بالند، بينما كان ربحت السعودية هو معناتها يتصرف فيها كيما يحب هو، على خاطر الحكومة السعودية أو آل سعود هما بيدق، بيدق في يد أمريكا، بيدق واضح. بينما إيران لا، يتعامل مع إيران ند بالند. ومستحيل مستحيل معناتها لو نغزر الخريطة السياسية مستحيل السعودية شنو تجي قدام إيران. ما تنساش اللي فما 2 ولا 3 مليون شيعي في السعودية، المنطقة الشرقية الأحساء والطائف كلها شيعة، ما تنساش الكويت فهمت أغلبيتها شيعة، ما تنساش البحرين شيعة، فهمت؟ يعني كيفاش هما يتدخلوا توا في اليمن فهمت حقا باش يحافظوا على الحكومة المنتخبة رسميا؟ شكون انتخبها الحكومة هذيك؟ شكون انتخبها؟ ما انتخبتهاش السعودية وبرضاء الغرب؟ إذا هوني السعودية واقعة في مشكل كبير جدا، فهمت؟ واقع في مشكل كبير هو انها من بين العناصر نتاعها اللي ما يسمى بالجهاديين السلفيين كما النصرة وغيرها اللي قاعدين يذبحوا ولا قاعدين ينضموا للدولة الإسلامية، وهي قاعدة تفقد ما يسمى في السيطرة نتاعها، لأن الدولة الإسلامية فهمت موقفها واضح من السعودية، موقفها واضح وبين. المهم يعني هذا الصراع فهمت الإسلامي الإسلامي فهمت صحيح معناتها ماشيين فيه معناتها كيما نقولوا احنا الناس العاديين. وشوفوا توا في اليمن البارح نشوف في واحد سعودي قال لك قطعنا عليهم البترول وقطعنا عليهم الدواء للاطفال وقطعنا عليهم كل شيء واحنا نتشفى فيهم ولنا الفخر. يعني شوف معناتها الشماته معناتها والخزي نتاع هؤلاء فهمت يعني شيء 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 غريب جدا. المهم والمنطقة اللي مسيطرة عليها ما يسمى بالدولة الإسلامية العراق وسوريا راهوش عندها دعم شعبي، عندها دعم شعبي. والآن كما قلت لكم يعني بوكو حرام انضمت وفما عناصر أخرى. ونكمل الفيديو هذه إنه راهو رشد الغنوشي، أنا نتصور إلا باش توقع اغتيالات داخل حركة الاتجاه الإسلامي من طرف السلفيين، على خاطر السلفيين توا اللي تابعين القاعدة وكانوا معناتها الجناح العسكري للنهضة ثم انضموا للقاعدة أكثرهم فهمت قاعدين يخرجوا من القاعدة وينضموا للدولة الإسلامية. والدولة الإسلامية عندها مبادئ خاصة إنها التصفية والأولوية هي للعناصر الإسلامية الخائنة. يقول لك معناتها أبو بكر البغدادي أو هذا فكر الدولة الإسلامية هو قبل كل شيء هو تنظيف فهمت الفكر الجهادي من المنافقين والعملاء. ف
فهمت؟ وتشوفوا انتم شدوا فلان ذبحوه وكذا، راهو هذوك كلهم عملاء، والدوله الاسلاميه تمشي بالاسلام، صحيح يعني اعمالها يعني شنيعه واجراميه وكل شيء، ولكن عندها قواعد. فهمت؟ وتشوفوا بلحيه قاعد يذبحوا فيه، اعرفوا راهو هذاك يا اما عميم يا اما تم استغلاله، فهمت؟ وتم استعماله معناتها وخدمه مخه باش يكون يعني يخدم مصالح السعوديه او مصالح الغرب بطريقه مباشره او غير مباشره. اذا الدوله الاسلاميه قاعده تتوسع وعندها قاعده شعبيه في العراق والشام. لو نشوف انا ساعات بعض الفيديوهات نتاعهم يعني قاعدين يعملوا في اعمال معناتها للناس وبيت المال المسلمين ويعطيوا للناس معناتها في معناتها اللي يعملوا فيه اكثر من اللي تعمل فيه السعوديه لشعبها واللي تعمل فيه هذه الدول نتاعنا. فهمت؟ العميله على الاقل هما صحيح فكرهم جهادي وارهابي، ولكن على الاقل فهمت يعني الاشخاص اللي يؤمنوا بفكرهم فهمت ما يضيعوهمش. فهمت؟ وانا مانيش ندافع عليهم راهو، اما الدين كما يقول معناتها الظلم، ظلم مش باهي مهما كان، ظلم مش باهي مهما كان. فهمت؟ صحيح هما يقتلوا ويذبحوا كل شيء، ولكن يذبحوا في الاشخاص اللي معادين ليهم، وصحيح اسلوبهم صعيب. المهم الان القاعده اللي في 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 شمال افريقيا فهمت قاعده تنضم للدوله الاسلاميه، والعمليه اللي وقعت في باردو اخيرا فهمت اللي كانت تستهدف البرلمان فهمت واضحه انها تستهدف البرلمان، هي معناتها دلاله على ان الدوله الاسلاميه بدات فهمت تدخل في تونس، وانا اتصور سوف توقع اغتيالات لبعض الاسلاميين من حركه الاتجاه الاسلامي، لانهم يعتبرونهم خانوهم فهمت، خانوهم وباعوهم كما باعوا الاسلاميين قبل. وهذاك علاش معناتها رشد الغنوشي خايف يرعش، ما هو معروف جبان من الاول فهمت، مشى شد في طايت سبس يعني معاكم لا تنسوني، ومشى خارج في مظاهره وكل شيء. اما راهو الفكر النهضوي فكر قاعد يتدمر كليا وانتهى معناتها، والفكر المتشدد منه هو اللي يحب يدخل في حرب استنزاف لتضعيف الدولة التونسية. ونتصور ان تونس رغم معناتها كل شيء يعني الحكومة والجيش فهمت عنده نسبة من الوطنية باش يحارب هؤلاء الارهابيين والقضاء عليهم، كما قلت انا في الفيديو وقتها قلت علاش انتخبوا السبسي. السبسي الهدف نتاعو هو فصل القاعدة العسكرية للنهضة عن الجناح السياسي، وجعل النهضة مجرد حركة سياسية تقليدية كأي الحركات الإسلامية الأخرى السياسية الأخرى مثل في تركيا وغيرها. نظن الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم وبسلام.